بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن أمهات الشهداء، أخوات الشهداء، زوجات الشهداء، نحن بنات الشهداء والجرحى والمعتقلين، نحن البنات الشهيدات، شهيدات الحرية والكرامة، نساء إدلب وفتياتها. نحن من زج بنا النظام الأسدي في المعتقلات، وكم أفواه الحرائر منا والفتيات، وانتهك الأعراض واغتصب الحرمات، ظنا منه أننا سنرجع عن مطلبنا بالحرية والكرامة وننسى الجروحات. نحن فتيات إدلب بكل شرائحنا وثقافاتنا نقدم مجموعة رسائل. الرسالة الأولى إلى شهداء إدلب الأبرار: أيها الشهداء، أيها الأطهار الأوفياء، يا من بذلتم الدماء وقدمتم أغلى الأثمان من أجل نصرة الإنسان وإعلاء كلمة الرحمن، أرقدوا بأمان وأغمضوا أعينكم بسلام، فقد كفيتم ووفيتم وأقسمتم وبريتم عهدا علينا أن لا ننسى دماءكم وننتقم لدمائكم وأطفالكم، ولنزفن لكم حيث وريت أجسادكم نبأ نصر سوريتكم التي من أجلها قاتلتم. الرسالة الثانية إلى ثوار إدلب الأحرار: ثوارنا المرابطون المجاهدون الصادقون الثابتون، ضعوا الله نصب أعينكم ولا تلقوه إلا وهو راض عنكم، سدد الله رميكم ونصركم على عدونا وعدوكم، لا تخافوا علينا فإن الله معنا لن يخذلنا وسيحمينا وينصركم. أيها الثوار، توحدوا، اجتمعوا على قلب رجل واحد لنعمل جميعا من أجل إدلب الخضراء، إدلب الإباء، إدلب الزيتون، إدلب منابع الرجال، لنصل إلى سوريا معتقل الأبطال، معقل الأبطال، فإن نصرنا بوحدتنا وهلاكنا بفرقتنا. الرسالة الثالثة إليكم أيها المغتربون: بارك الله في كل من يساهم في دعم الداخل ونصرته، أما البقية الباقية فنقول لكم: أما آن الأوان لأن تتحد جهودكم ولتسهموا في نصرة الداخل بأفكاركم وأفعالكم، فالداخل بحاجة إليكم، فهم منكم وأنتم منهم، لا نريد عونا من أي دولة في العالم بل نريد عونكم أنتم، فكونوا على عهدنا بكم. الرسالة الرابعة إلى رجال السياسة: يا رجالات السياسة، أيها المجلس الوطني، أيتها الأحزاب، اتقوا الله في أهل سوريا وأطفالها ونسائها، ولتذكروا جميعا بأن التاريخ لا يرحم، ولنعمل جميعا من أجل سوريا الحرية، سوريا الكرامة، لنعمل معا لننقذ سوريا اليوم لنصل إلى سوريا الغد. ليضع كل منكم انتماءه السياسي والعرقية والدينية جانبا، ولنعمل بيد واحدة، فإما أن نبني سوريا الجديدة للجميع لينعم بها الجميع، وإما أن نعود إلى سوريا الأسد يكون فيها الجميع عبيدا. أيها المجلس، أما آن الأوان أن تتوجهوا إلى الداخل وتنضموا إليه؟ أما آن الأوان أن تسمعوا صوته ومناشدته والأخذ برؤاه؟ أما آن الأوان أن تسيروا مع الشارع لا أن تسيروا خلفه؟ أما آن الأوان لتقودوا الشارع لا هو يقودكم؟ ضموا بين صفوفكم الصادقين وأبعدوا عنها المتخاذلين والمنافقين. أخيرا رجال إدلب أحرارها، تقدموا ونحن معكم، فإن تقدمتم تقدمنا وإن تراجعتم تقدمنا أكثر، لنذودن عن أعراضنا وأعراضكم ولنستعيدن أرضنا وأرضكم، فوالله الذي لا إله إلا هو لن نتراجع عن ثورتنا ولن نركع، فإما أن ننتصر أو نموت. وليذكر كل منا أن سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فلماذا تشترون الجنة؟ تكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لبيك 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 يا